أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تشهده وتيرة التنمية من نمو متصاعد تدعمه خطط وبرامج يتولى تنفيذها كوادر وطنية لديها كل الشغف لإعلاء صروح الإنجاز، منوها سموه بالدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في إبراز الصورة المشرفة لمملكة البحرين ومنجزاتها المشرفة والتي تحققت بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظ الله اليوم بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين بتدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بمجمع وزارة الإعلام في مدينة عيسى بمناسبة مرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وقد قام سموه بجولة طلع خلال على ما اشتمل عليه الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة من أجهزة مزودة بأحدث التقنيات التلفزيونية والإذاعية. وأشار سموه إلى أن تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة يشكل إضافة نوعية تدعم مواكبة مسيرة إعلامنا المرئي والمسموع مع متطلبات التنافسية في مجال إبراز المنجزات الوطنية محليا ودوليا، لافتا إلى أن تزامن تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة مع الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء الإرسال التلفزيوني في مملكة البحرين يؤكد استمرارية جهود تطوير قطاع الإعلام ارتكازا إلى المبادئ الراسخة التي التزم بها منذ انطلاقته والتي تحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني ومتوازن يهدف باستمرار إلى نشر الوعي وإبراز المنجزات الوطنية. وقال سموه إن رهاننا الدائم هو على كوادرنا الوطنية من فريق البحرين التي سجلت في حقب سابق وما زالت تسجل قصص نجاح ملهمة في كل ميدان ومنها الإعلام من منطلق حبها للتحدي وعشقها للإنجاز الذي يجعلنا باستمرار ننظر للمستقبل بكل تفاؤل وثقة، لافتا إلى أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقات والمواهب الإعلامية البحرينية لما تمتلكه من قابلية ومرونة لمزيد من الإبداع وتحفيزها لاستكشاف آفاق جديدة من التميز بما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج والأداء. وأضاف سموه أن كفاءة الكوادر الإعلامية الوطنية وتبني التقنيات الحديثة ستجعل من إعلامنا الوطني أكثر تميزا وتنافسية، والبحرين بفضل عزيمة أبنائها حققت العديد من المنجزات، ونتطلع من إعلامنا الوطني باستمرار في دوره كأحد جسور التعريف بهذه المنجزات إقليميا وعالميا، وأن يكون القطاع الإعلامي من القطاعات المعززة لتنافسية مملكة البحرين. وأشاد سموه بحرص وإخلاص وجهود كافة العاملين بوزارة الإعلام وما يوالون بذله من جهود ضمن فريق البحرين في نشر الرسالة الإعلامية البناءة التي تعزز الوعي المجتمعي ودعم النجاحات في مختلف مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإعلام الوطني ودوره ورسالته الوطنية وتسخير كافة الجهود للحفاظ على الهوية البحرينية وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة. والتقى سموه خلال تدشينه للاستوديو الرئيسي بمركز الأخبار بالإعلامي السيد أحمد حسين، حيث أعرب سموه عن امتنانه بكل عرفان لإسهاماته بجانب عدد كثير من الشخصيات التي ساهمت بكل جهد وإخلاص في قطاع الإذاعة والتلفزيون والذين ستحفظ ذاكرة الوطن بإسهاماتهم، منوها بضرورة أن يستلهم الجيل الحالي من عطاءات من سبقهم في هذا المجال. وخلال زيارة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى مبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة، أدلى سموه بتصريح لمستمعي إذاعة البحرين 96.5 FM وخص فيه جيل الشباب، وقال سموه إن التغيير سنة الحياة والعالم مستمر في التغيير، فالتغيير هو الثابت الوحيد، فيجب قبول التكيف والاستجابة للمتغيرات وعدم الرضي إلا بالمقدمة. ووجه سموه الدعوة للجميع بمختلف مواقعهم بالاستمرار في تطوير أنفسهم وقدراتهم ودفعها بجانب الآخرين العاملين معهم نحو تحقيق الأهداف التي لا يجب أن تظل مجرد أحلام
بل أن تتحول إلى واقع يخدم أبناءنا ويعزز تطور وطننا. واستذكر سموه خلال افتتاحه مبنى الإذاعات الخاصة إسهامات السيد أحمد سليمان وعددا من الأصوات التي ساهمت في انتشار هذه الإذاعة بالمنطقة، ومنهم بوب وألدرين روز، آيرون فلاشر وغيرهم. من جانبه أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام أن ما يشهده الإعلام الوطني من تطور في رسالته ومضمونه ووسائله المختلفة يعكس التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، وهو ما وفر لقطاع الإعلام المقومات التي تعزز من دوره في خدمة الوطن والتعبير عن نمائه وازدهاره بكل مهنية واقتدار، معربا عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على تفضل سموه بافتتاح الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة.